قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فصل من فصول عظمته وسيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه شجاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات لا أخذها من رأسي ولا من كلام أدباء عاطفيين ولا مؤرخين لا يتثبتون، أخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه وسلم الصحيحة ومن سيرته الثابتة عليه الصلاة والسلام. الآن في شجاعته، إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم أشجع الناس فمن يكون؟ لأن الله كما قلت لكم اصطفى له من كل خصلة أرقاها وأعظمها، فهو أعظم شجاع وأكبر يعني كريم وسخي وحليم وعالم ومتواضع صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فواجب عليه لا يفر من المعركة، حتى لو فر الجيش كلهم لا يفر هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فر من غزوة أبد ولا من معركة. حتى في حنين فر الصحابة والمهاجرون والأنصار ولم يبق إلا ستة، لأن هوازن لما رموهم بالحجارة فرت الإبل والخيول، فمكث مكان صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من التراب في يده ونثره على وجوه القوم الأعداء وقال: شاهت الوجوه. ويقول أيضا لما ضاق في الوادي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن العواتك من سليم، عاتك وعاتك خالاتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول العلماء في هذا: أصل ليس بيت شعر هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن هذا مركب كأنه شعر، قاله الحافظ بن حجر، فيقول: أتى اتفاقا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول: أنتم تريدونها سماوية فأنا نبي من عند الله، تريدون من الأرض والقبائل فأنا ابن عبد المطلب أشرف قبائل العرب، لأن بني هاشم ومنهم جد عبد المطلب هم أشرف الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم. يقول علي عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلي الذي يتكلم هو أشجع الناس في عهده: كنا نلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس فيكون أقربنا إلى القوم عليه الصلاة والسلام. إذا كان علي بن أبي طالب يلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي من ورائه من الضرب والرمي في وقت المصافقة والمقاتلة، فكيف يكون شجاعته عليه الصلاة والسلام؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقف في المعركة بسرور وانبساط وراحة بال، وربما ضحك حتى تبدو نواجذه. ففي الصحيح في أحد، في الصحيح الثابت أنه صلى الله عليه وسلم في أحد يقول: سعد بن أبي وقاص وكان من أشجع الناس، كان صلى الله عليه وسلم يناولني السهام. انظر من يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم، يناول سعد بن أبي وقاص السهم يقول ارم، لأن سعد بن أبي وقاص أرمى العرب على الإطلاق، كان يمد يده وكذا ويرسل السهم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أين أضعها؟ يقول: اختر بس، تريد الأنف، تريد بين العينين، تريد في الجبهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فكان يصيف في العشرة عشرة، عشرة أهداف عشر نقاط. حتى هو سعد يقول له صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان مجاب الدعوة مسدد الرمية، ليس في العرب أرمى منه أبدا. فيقول صلى الله عليه وسلم له في يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قالوا: ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه بالفداء إلا سعد بن أبي وقاص، لأنه خاله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل سعد يصلي، وسعد كان جسيما قويا وكان طاهر القلب، ليس في قلبه حقد ولا حسد. هو المقصود في الحديث: يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. فدخل رجل كث اللحية تقطر لحيته بالماء من أثار الوضوء، صلى ثلاثة أيام، يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. واليوم الثالث: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. ويدخل سعد، فيذهب عبد الله بن عمرو ويمسي معه ليلة حتى يكتشف لماذا أسباب دخول الجنة. يظن أنه سوف يقوم إلى الصباح على السجادة ويبكي، وفي النهار سوف يصوم. يوم أتى الليل نام سعد، ونام عبد الله بن عمرو والتفت إليه، ويوم قرب الفجر قبل الفجر بقليل قام تنفل بركعات، أتى النهار ما صام، قدم الإفطار له وأتى بالخبز واللبن ومكث ثلاثة أيام، وإذا البرنامج واحد. قالوا: عبد الله بن عمرو، أخبرنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أنك من أهل الجنة، وأنا عشت معك ورأيتك،
قال: يا عبد الله، أنا لست كثير صياما ولا صدقة ولا صلاة، ولكن والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي غش لأحد أو حسد لأحد أو بغضاء لأحد. قال ذاك الذي سبقتنا به، يقول هذا ما نقدر عليه، ترى بعض الناس يصلي في الليل ويبكي وفي قلبي حقد على الجيران والإخوان والمسلمين، يتمنى أن يقتل منهم مجموعة، وبعضهم يصوم النهار وإذا عاد في الليل قال: اللهم انصرني من فلان، اللهم مكنني منه يا رب العالمين، فإنك الذي يمكن. فبعض الناس ترى القلب هو المقصود، ولذلك الله نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويجعلها صافية مثل الماء الزجاج. يعني شوف، ما تدخل الجنة بدون حساب إلا مثل يكون قلبك مثل الماء الزلال، هذه درجة ما تستطيع، ترى صعبة، الحين نقولها بالخطب والمحاضرات والكلمات، لكن خل واحد يفطي عليك أو يأخذ من مالك. لأن يقول مثل ابن القيم قال: الناس يستخدمون الإنكارات الثلاثة في الدنيا، لكن في الدين لا، الدين يقول احفظه الله سبحانه. ولذلك إذا الإنسان يريد في سيارته ولا في مزرعته ولا في بيته، أنكر بالقلب وباليد وباللسان، فتجد المشعاب جاهز والهراوة والمسدس ويقاتل، يقول حلالنا والله نصب دمينا عند حلالنا. فإذا سمع الإسلام انتهى، قال: نفسي نفسي، الإسلام محفوظ، الله يحفظ الإسلام، لكن مزرعتك ما يحفظها الله، وسيارتك لا يحفظها الله، فهذا الهوى في هذا. نعود إلى سعد رضي الله عنه، قصدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فكان يناولني السهم ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكنت أخذ السهم. وهذا في الصحيح، قال: ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه إلا سعد بن أبي وقاص. قال: فإذا أخذت السهم، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أين تريد أعطيه؟ قال: في الجبهة، المشرك، أو أعطيه بين العينين. فكان يرسل، فكان يتطاول، قال: والله إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتطاول على قدميه وهو يرى، قال: فأضرب الرجل فيسرع. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني انبسط صلى الله عليه وسلم وارتاح من هذا الرمي. ما هذا الرمي الدقيق؟ يعني بعض الناس سبحان الله قدرات، حتى لو قلت له الحبل الدقيق رماه بذنه أصاب، لو قلت له الثقب من بعد رمى الإبرة، بعضهم الآن يتسابق الرمية، لكن سعد يصيب في العشرة عشرة، يعني 100% رضي الله عنه. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة كان يمزح وثابت القلب، حتى أن أبا العلاء المعري شاعر مشهور، ولو أنه في عمل قلب في فلسفة بظلام، لكن أتى عند واحد من الأشراف من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحه، اسمعوا ايش بيقول الآن، ما يجد مدح، قال: يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجوش من غطفاني، يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجيوش من غطفان، يعني الرسول عليه السلام، لأن الذي استعرض الصفوف بدر الرسول عليه السلام. شوف، لله هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، اللهم بلغوا الصلاة والسلام عنا. تأتي المعركة ويصطف القوم بالسيوف وتدن المنايا وينزل الموت، فيأتي صلى الله عليه وسلم يمهلهم فيصفهم كانوا صف الصلاة، ويأتي على الصلاة: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، اقرب يا فلان، حتى يسد الفرج صلى الله عليه وسلم. وحتى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بعصا عنده صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محسن فغمزه في صدره، يقول: تأخر، فوقع العصا، ما يعني ليست كثيرة لكن وقعتنا، فأخره. فلما أتى صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، وقف يوم الخميس يودع الناس بعدها بسنوات، قال: أيها الناس، من سببته أو شتمته أو ضربته أو أخذت من شيء من ماله فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وهو معصوب الرسول صلى الله عليه وسلم من المرض. فما بكي في المسجد أحد إلا بكى رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس وأبر الناس، يقول هذا. قال عكاشة، وفي لفظ عكاشة: أنا يا رسول الله، أنت في بدر أوجعتني بالصوت أو بالعصا لما وكستني، فأتي بي عصا فأتى بعكاشة، قال: اقتص. فالصحابة قاموا والمسلمون، قال: يا رسول الله، إنك لما غمزتني بالصوت كان صدري مكشوف، فاكشف لي صدرك. فكشف صلى الله عليه وسلم، فأقبل بوجهه ولحيته وفمه وبكى أمام الناس وقبل، قال: لكن يكون آخر العهد بك. فصلى الله وسلم عليه، وهذا من الثابت في السير. فهنا عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه السكينة في المعركة، فكان أشجع الناس، حتى في غار ثور وقد أحاط به المشركون بالسيوف، وأبو بكر في درجة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه ليس بنبي، أخذ يقول: يا رسول الله، وإذا أقدام المشركين فوق رؤوسهم، وإذا هم قبل الغار، يقول: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا، وما عندهم سلاح ولا سيوف ولا عسكر
والمشركون أكثر من 50 بالسوق. قال صلى الله عليه وسلم وهو ثابت وراسخ الإيمان وقوي وشجاع: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثم قال: لا تحزن إن الله معنا. يقول: إذا كان الله معنا فمن نخاف؟ لا تحزن إن الله معنا. فثبت. وحتى في طريق الهجرة لما هاجر عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر بجانبه، وكان أبو بكر مرة يأتي في اليمين رضي الله عنه. شوف المنازل. فكان أبو بكر مرة في اليمين، ومرة يقفز إلى اليسار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء يمشي، ومرة يتقدم ومرة يتأخر. قال صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلتفت وراه. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: أذكر يا رسول الله الرصد، يعني الكمين، فأتقدم ليأتيني الكمين قبلك، وأذكر الطلب فتأخر ليطلبك ناس، وأذكر لا تؤتى عن يمينك، وأذكر لا تؤتى عن يسارك، فأتيامن وأتشاءمن. وبينما هو صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويمشي في طريق المدينة، وإذا بالطلب قد أقبل رجل على فارس كالهبوب كأنه صقر يقطع الأرض ويقطع الصحراء. أعطت قريش 100 ناقة، يقول علي الطنطاوي، لترتكب قريش أعظم جريمة في التاريخ بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: من يأتي به مقتولا أو حيا له 100 ناقة. قال أبو بكر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت: يا رسول الله الطلب وراءنا. فالتفت عليه الصلاة والسلام، فلما علم أنه طلب دعا عليه، فساخت أقدام الفرس كما تعرفون، يعني أقدام يعني ركب الفرس وصلت الركب، يعني يد الفرس نزلت في الأرض، في أرض الصحراء الصلبة هذه نزلت، فسقط الفارس من على الفرس، فقام قال صهن، هذه دعوة، أو زجر الفرس، فقام الفرس ووثب وركب عليه وأقبل، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فسقط. قال: أسألك الأمان يا محمد. الآن أجي يطلب يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أعطاني الأمان. فاشترط عليه صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر من وراءه، لا يخبر من وراءه. ثم قال صلى الله عليه وسلم زيادة على ذلك، معنى الكلام: سوف أنتصر وبفتح الدنيا، وسوف أذل كسرى وقيصر وأفتح كنوزهم. قال: يا سراقة، كيف بك إذا سورت بسوار كسرى؟ قال سراقة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في البادية، ما حتى ما يجد كسرة خبز ولا تمر، ومسرد من مكة، ولا عنده عسكري ولا جندي ولا شيء. قال سراقة، قال كسرى أنو شروان، لأنه يعني مشهور، مثل لو قلت باراك أوباما الآن، يعني هو يحكم يعني أكبر دولة في العالم ومشهور عند العرب. قال كسرى أنو شروان؟ يقول: أنا الأعرابي هذا اللي يسكن في الخيمة وأشرب ماء يعني لبن الماعز وأنام على التراب، أنا أعطى كسرى، يعني سوار كسرى، السوار هذا الذهب الذي يلبسه الملك إمبراطور كسرى. قال: نعم، كسرى أنو شروان، كسرى أنو شروان، يعني تلبسه ذهب ولا أخبر. دارت عجلة التاريخ وانتصر صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وذهبت جيوشه مهللة مكبرة، وانطلقت كتائبه من المدينة ومن الجزيرة، المصلون الصائمون الساجدون العابدون يكبرون، فتفتح لهم القلاع ويهللون، فتسقط المدن أمامهم، وفتحوا أرض المدائن عاصمة كسرى، وأخذ السوار وأتوا إلى عمر بن الخطاب، وكان خليفة عمر أنذاك. قال: علي بسراقة بن مالك. شوف تقدير من الله، معجزة، ولا كيف يختار من بين الألوف المؤلفة؟ فأتى قال: البس هذه. فلبسها وبكى. قال: مالك؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، لما طردت رسول الله وسلم يوم الهجرة قال لي هذا الكلام. قال عمر: والله ما تقوم حتى تلبس منطقة، يعني حتى اللباس كله نوفيك، منطقة وتاج كسرى، لأنه أتوا بالحلي حق كسرى كله، وتذهب وتأتي علشان يهينون كسرى، نتشفى فيه علشان بس نفرح كذا. فلبس المنطقة ولبس السوار ولبس التاج ومشى أمام عمر المسلمين. قال عمر وهي تدمع عيناه: والله يا رب يوم لو لبسه أحد قومك في عهد كسرى كان يوما عنده عند العرب لا ينسون. يقول هذا يوم ثرى في العرب، كيف وأنت الآن تلبس في عز الإسلام وفي عز لا إله إلا الله وفي عز التوحيد. وكان عليه الصلاة والسلام شجاعته أيضا أدبية، حتى في المواقف، حتى في الخطابة، لأن أحيانا المواقف الخطابية مثل الجيش. حتى قيل لعبد الملك مروان: نراك شبت الخليفة. قال: من صعود المنابر كل جمعة أعرض عقلي على الناس. كانوا يرتجلون خطب، حتى أحيانا يرتج على الإنسان ما يقدر ماذا يقول،
إذا واجه الجموع، كيف إذا كان الجموع علماء وقادة ومجاهدون؟ مرة عثمان بن عفان كان حي رضي الله عنه، صح ذلك، كان كثير الحياة حتى تستحي منه الملائكة رضي الله عنه، فبوعي بالخلافة فقام يخطب رضي الله عنه فارتج عليه، ما استطاع يقول شيء، كان حيا تقيا ورعا، الملائكة تستحي منه. يقول هو كان لا يغتسل في نور، يعني حتى يستحي من جسمه، يقول والله ما مسست فرجي بيدي منذ باعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. صاحب قرآن وصاحب نوافل وصاحب تقوى، فقام يخطب إلى المسلمين أمامه وإلى أهل بدر وأحد والعلماء، فسكت ما استطاع يتكلم، فنزل من على المنبر فقال كلمة هي أفصح من كل كلمة، قال إنكم بحاجة إلى إمام عادل أحوج منكم إلى خطيب فصيح. يقول سامحونا، أنا أدري أنكم تريدون إمام عادل، الله يجعلني ذلك الإمام، لا أكثر من يكون خطيب فصيح، يمكن يكون خطيب فصيح ويكون ظالم مثل الحجاج. فهذه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتجل، ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم المجاهدون والجيش أمامه وكفار قريش والرجال والنساء بل الدنيا كلها تمر أمامه، فتح مكة يعني فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها الكشبي، رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب، تدبير معتصما بالله محتسبا لله منتقما لله مرتقبي. فقام صلى الله عليه وسلم وينزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فماذا حصل؟ أخذ صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بحلقة الباب وتكلم، اسمع الكلام مرتب، كانه محفوظ من الله بثبات الجيش بشجاعة، وهو متعب صلى الله عليه وسلم ومسافر ومجاهد، قال الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أيها الناس ما ترون أني فاعل بكم، ثم أخذ يلقي الأسئلة ويجيبون. فشجاعته صلى الله عليه وسلم أيضا لا تبارى، وفي المواقف الصعبة الأدبية التي تقتضي الخطابة وتقتضي القول المسدد. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كان شجاعا في المفاوضات صلى الله عليه وسلم، ومن الشجاعة ليست شجاعة المعركة، الشجاعة أن تثبت على الحق، فلا تنهزم أمام الدنيا ولا تنهزم أمام الجاه ولا تنهزم أمام المال. وهو شاب صلى الله عليه وسلم في الأربعين لما بعثه الله، أتى كبار قريش الذين هم قصدي محنكون بالتجارب وأكبر من سنه في سن والدي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا في المجلس يفاوضونه، وهو شاب صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت في الأربعين أو بلغ سن الكهولة، قالوا اسمع المنطق، أعوذ بالله، المنطق المشؤوم، ما سمعنا أحد أدخل العرب مثل ما أدخلت علينا. يقول ليه ما خليتنا نرتاح؟ وش هذا الإحراج؟ وش شتتنا؟ ولماذا أتيت بهذا الكلام الجديد؟ يعني يريدون يبقون يبعبوا يسجدون للأصنام والأوثان ويشربون الخمر ويرتكبون الفواحش المنكرات وفي الظلام الدامس، أعوذ بالله من ذلك. قالوا ولكن إذا أردت ملكا ملكناك، وإذا أردت مالا جمعنا لك مال حتى تكون أغنى رجل في العرب، وإن تريد زوجة بحثنا لك عن أجمل زوجة، أجمل بنت من بنات العرب وزوجناك. قال انتهيتم؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني، شوف الشمس لو نزلتها تنزيل وحقوله خذ الشمس، ووضعتم القمر في يساري، لا أترك هذا الأمر حتى أهلك أو أهلك دونه، إما أن أقدم الرسالة أنه صادق مرسل مكلف من الله، وإلا يقتل عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح يوم يرى المجاهدين صلى الله عليه وسلم ولكنه مشغول بإدارة الأمة وإدارة الدولة عليه الصلاة والسلام، يقول وددت أني أخرج مع كل سرية لولا ما يقوم بشؤون المسلمين. ثم قال والذي نفسي بيده لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، ثلاث مرات يقول إن الله يقتلني في سبيل ثم يحيني ثم يقتلني ثم يحيني ثم يقتلني ثم يحيني ثم يقتلني، في أربع. فصلى الله وسلم عليه وهو الصادق المصدوق، صدق فيما قال وصدق فيما أثر وصدق فيما أعلن وصدق فيما بلغ، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله، يقول اللهم من يعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،
وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الآن هذا داء الجبن يمنعك من أخذ الحقوق ومن أداء الحقوق. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم في كل ما يكدر الحياة. يكدر الحياة أمور، من ذكر الماضي وهو الحزن، وذكر المستقبل وهو الهم، وعدم طلب الحق وإعطاء الحق وهو الجبن، وعدم دفع الحق أو وهو البخل. وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل وهو منع الهمة والإرادة، إما سواء الجسم أن لا يكون نشيطا وهو الكسل، والقلب لا يكون شجاعا مقداما وهو العجز. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بهذه الأصناف. وانظر إلى هذه الفصاحة، سوف يأتي معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وفصيحا ولها مجالات، لكن نحن نبقى عند هذه المسألة ومسألة شجاعة صلى الله عليه وسلم. مرة في المدينة يقول أنس سمع صلى الله عليه وسلم صوتا فخاف أهل المدينة، فأخذ فرسا لأبي طلحة وأخذ السيف صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة. خرج وحده، لم ينتظر أحد ولم يخرج بناس، سمع صوت خاف على أهل المدينة، فأخذ السيف والفرس وعاد حتى سمع الصوت صلى الله عليه وسلم واستجر الخبر، ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فعجب الصحابة من شجاعته صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه كان يتقي الصحابة. ولذلك من الثبات الذي أعطاه الله، تصور أن المقام المحمود الذي لا يأتي إلا بسكينة من الله وشجاعة له وحده صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة الكبرى، يوم يفد الناس فلا يكون خطيبا لهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا متكلما ولا شافعا إلا هو، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: فأسجد لربي تحت العرش وأثني على ربي بمحامد لا أعرفها الآن. يعني تفتح عليه محامد يوم القيامة يقول: ما أحفظها الآن. فيثني على الله بالجلال والقدسية والعظمة والثناء الحسن والحمد، فيقول الله له: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله سبحانه وتعالى في أن يقضي بين الناس، في أن يقضي بين الناس. وهذا من مواقف الشجاعة التي لا تأتي إلا بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع فيما في الصدق فيما بلغ، لأن الكاذب جبان، ولذلك لا يكذب إلا رذل، ولا يكذب إلا ذليل، ولا يكذب إلا جبان، فلم يكذب لا في هزل ولا في جد عليه الصلاة والسلام. وشجاع في المعركة، وشجاع في مواجهة القوم في الخطابة، وشجاع في المواقف الإيمانية صلى الله عليه وسلم، وهو الشجاع في قول كلمة الحق له أو عليه عليه الصلاة والسلام، الكلمة الفيصل التي يقولها أمام الناس. إذن فهو إمامنا في كل منحى من مناحي الحياة. فسبحان الذي اختاره وجمله وزينه واصطفى له من الأخلاق أحسنها وأجملها وأرفعها ليكون إماما لنا. اللهم وفقنا لاتباعه وسلوك سبيله، وحصلنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، صلى الله عليه وسلم.